وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى نصيحة شيخ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكان من أخلاص الناس مجاهدة لنفسه حتى لا يذوق طعمه، فإن من ذاق طعم نفسه هلك. وكان رحمه الله كما قال: إذا أشكل عليه جواب المسألة ذهب إلى المساجد المهجورة يمرض وجهه في التراب ويقول داعيا: يا معلم إبراهيم علمني، يا معلم إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم علمني. قال: وربما استغفرت 1000 مرة حتى يفتح علي بجواب المسألة، يعلم أن الخير بيد الله وحده، وأن الله تعالى صاحب الفضل لا يؤتيه إلا هو ولا يمن به سواه. فكان دائما مجاهدا لنفسه في مرضاة الله جل وعلا، يقول: إني لأجدد إيماني في كل يوم كذا وكذا مرة، وما صح لي إيمان بعد. هذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إني لأجدد إيماني في كل يوم كذا وكذا مرة، يقول: لا إله إلا الله، يقول: وما صح لي إيمان بعد، يعني الإيمان الذي يرتضيه، يقول: ما وصلت إليه بعد. وهو من هو في علو كعبه وثبوت قدمه وعلو قامته وشموخ علمه رحمة الله عليه، نصح تلميذه ابن القيم وكان يورد عليه الإشكالات ويأتي له بالشبهات، فقال: لا يكن قلبك كالسفينة وليكن قلبك كالمصباح، يعني أنه عليه أن لا يجعل قلبه كالسفينة، إنها متى وضعت في وسط شربت منه. يقول: ليكن قلبك كالمصباح لا تضره فتنة وتنعكس عليه الأحداث والأحوال. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فما أحسب أني قد استفدت بنصيحة مثل ما استفدت بهذه النصيحة. لا يكن قلبك كالسفنجة تصبح بين أهل الدنيا فإذا أنت من أهل الدنيا، وتظهر بين أهل الباطل والضلال فإذا الأبعد من أهل الباطل والضلال. وأما مع العصر فإنه مع الذين يخوضون في كل ما لا يحل، فإذا هو مع الخائضين. وأما في العشي فإنه يقبل مع المقبلين. ليكن قلبك كالسفينة، ليكن قلبك كالمصباح يضيء ولا يضره ما يقع عليه من الهوام. ليكن قلبك كالمصباح صلابة وتألقا وإنارة وهداية. والله يرعاك.